والمزيد من التفاصيل معنا فيها من بغداد مراسلة القاهرة الإخبارية هبة التميمي. أحييك إذن هبة. نتحدث على أن رئيس مجلس الوزراء محمد شجاع السوداني يشارك في ندوة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر المنعقد في العراق وحوار بغداد الدولي، فكيف تبدو تفاصيل هذه الجلسة الحوارية هبة؟ سيد حساني، مثل ما تعرف انه افتتاح هذا المؤتمر بحوار حوار بغداد الدولي تحت شعار 20 عام ماذا بعد اليوم. طبعا كانت الجلسة الثانية اليوم والثاني بمشاركة أيضا العشرات من السياسيين والأمنيين وأيضا الاقتصاديين من داخل العراق وأيضا من خارجه. اليوم شهد يوم الاثنين كانت لقاءات مفتوحة، هذه اللقاءات مع رئيس الوزراء محمد شجاع السوداني لمدة ساعة ونصف، تليها أيضا جلسة حوار بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد، وأيضا ثم الجلسة اللي بعدها تأتي في حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي ودور وسائل التواصل الاجتماعي، حتى تتم اختتام هذه الجلسة بحوار النظام المصرفي في العراق. هذه المشاركات طبعا مشاركة من قبل الوزراء النفط والاتصال والعمل والشؤون الاجتماعية وأيضا محافظ البنك المركزي العراقي والكثير من الأمور. بنيت هذه اللجنة لجنة العلاقات الخارجية النيابية. المؤتمر يكون توجهه دولي وإقليمي، يتم تسليط الضوء على اتجاه البلاد المنظم والمستضيف. اليوم شدد رئيس الوزراء محمد شجاع السوداني ضرورة تنفيذ الإجراءات الحازمة في مجال مكافحة الفساد، وأيضا تكون هنالك عمليات إصلاح اقتصادية. أيضا مثل ما تعرفون قبل أيام تمت التصويت على الموازنة 2023 و24 و25 في مجلس الوزراء، ثم أحيلت إلى مجلس النواب ولم لحد هذه اللحظة لم يتم التصويت عليها. كانت الموازنة الاستثمارية ل 2023 كانت 47 تريليون، تم فيها التوجه على الاقتصاد وأيضا على الاستثمار البلاد الموجوده من البنى التحتيه وكذلك من فك الاختناقات الموجوده وبناء جسور ومجسرات والكثير من الامور التي يحتاجها العراق. بصراحه هنالك تطور كبير في حكومة محمد شجاع السوداني، كون أنه يستضيف مؤتمرات عديدة في العراق، كون العراق مستضيف متطلع إلى الأمور الدولية والإقليمية. اليوم رئيس الوزراء في مؤتمر حوار بغداد أكد على أهمية الخطوط العامة التي ينتهجها العراق في ملف العلاقات الدولية والتوازن هذه العلاقات، وأيضا الإصلاح الاقتصادي للتقديم وللتقدم والنمو والتحقيق أيضا الكثير من متطلبات المواطنين واحتياجاتهم في كثير من الأمور. وحتى اليوم في مؤتمر حوار بغداد أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق أن لدينا أكثر من 70 تريليون دينار خارج الجهاز المصرفي للتبادل، وهذا طبعا المبلغ كبير يمثل نسبة كبيرة جدا من نتائج المحلية الإجمالية. وأيضا مثل ما قال ومحافظ البنك المركزي أكملنا وضع الخطط الشاملة والاستراتيجية، تكون هنا واسعة للدفع الإلكتروني، وهنالك أيضا مشاريع من الشركات لضمان القروض والقروض للمواطنين، وهذا كله يعزز من احتياجات المواطنين وكيفية أنه أعطائهم هذه القروض وكثير من الأمور حتى في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمات وأدنى المستويات. اليوم هو يكون مثل ما قال بعض من المراقبون في هذا الشأن أنه هذا التصريحات تصريحات حوار مؤتمر بغداد تحت شعار 20 عاما ماذا بعد، أنه هذا المؤتمر هي يعتبر عن تعبير عن حالة إيجابية، وخصوصا إنما هذه المحاور تكون صحيح. محاور جيدة في مصلحة البلد، وتعتبر هذه أهمية العراق في الساحة العالمية، وتقارب أيضا وجهات النظر بين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين. وأيضا هذا المؤتمر له شخصيات مرموقة أتت في المؤتمر. واضح ما تقولينه، واضح ما تقولينه هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معي من بغداد، أشكرك شكرا جزيلا هبة.